التقى سامح عاشور نقيب المحامين بعدد من محامي الإدارات القانونية بمحافظة الإسكندرية، وأعلن عاشور أن النقابة أرسلت مشروعاً بتعديلات قانون الإدارات القانونية إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس الشعب، تنفيذاً للتعهد الذي قدمه خلال المؤتمر العام السنوي سبتمبر الماضي. وكشف عاشور عن ملامح التعديلات المقدمة وتناقش فيها مع المحامين الحاضرين الذين أبدوا الموافقة عليها، متمنين أن يوافق عليها مجلس النواب كما قدمتها النقابة لما تحققه لهم من استقلال عن جهة الإدارة وعوائد مالية. إذا الموافق على أن احنا نستكمل المسيرة ونتقدم لمجلس النواب بالاستمرار في المناقشة لإقرار هذا المشروع يتفضل برفع إيده. موافقة، رفعت الجلسة.